صباح الخير اول شيء قالوا لا احنا كلنا مو عليكم السلام عليكم احبكم وابوسكم انا ارغب كل اللي احبكم ولكن انا على مدى السنتين الماضيتين كنت في وأشوف ربعي كلهم مرة ثانية وبهذا الأسرار وهذا الصمود، ولكن أنا شوي تعبت اليوم. المهم تأكدوا أن احنا المسيرة أمامنا طويلة. اللي طلع من يوم 14 فبراير يعرف أن احنا أخذنا تذكرة ذهاب نحو الديمقراطية دون إياب. احنا على قولة الأغنية one way ticket إلى الديمقراطية، وإحنا إن شاء الله ما نتراجع. أنتون شباب وأنتون بقدر ما يحاول النظام أن يضعفكم، ولكن أعرف أنتم قواي ولازم نكون قواي. بقوتكم إن شاء الله راح نحقق النصر. تأكدوا أن لا تتراجعوا، تأكدوا أن لا تنحنوا رؤوسكم. لازم نقف شامخين أمام هذا الظلم وأمام هذا الاستبداد. هذه اللغة اللي أتكلم فيها كل واحد راح يطلع من السجن. خلوني بدون سماعة أحسن. سمعوني الحين؟ سمعوني؟ كل واحد راح تسمعوني يطلع من السجن راح يتكلم بنفس اللغة. سجن سنتين ثلاث مؤبد سوف لن يغير من مواقفنا. نحن متجهين نحو الديمقراطية، نحو العدالة، وراح نناضل دون توقف. وأنا أطالبكم شباب ولكن بسلمية. نحن قواي بسلميتنا وسوف نواصل بسلميتنا وسوف نهزمهم إن شاء الله. وأنا أوعدكم أننا سوف نهزمهم. لا تتراجعوا، خلكم قواي. ولكن أخواني أهم نقطة اللي أنا دائما أدعو لها في السابق، لازم نكون موحدين. نحن أشخاص مختلفين المناهج ومختلفين السياسات والأساليب في العمل النضالي. هذه الجموع الجالسة الآن كل واحد عنده فكر معين وعنده مدرسة ومنهج مختلف. كلكم اشتغلوا وكل بمنهجه وكل بطريقته. لا ننشغل ببعضنا البعض، انشغلوا بالظالم، انشغلوا بالاستبداد. لا تنشغلوا ببعضكم البعض. ربما في بعض الأوقات هذا النظام يحاول أن يحرف مسيرتنا، ولكن ننتبه لنكون أخوة شيعة وسنة، لنكون أخوة مناضلين من أجل الديمقراطية. وإن شاء الله أنا الآن عقب سنتين لما دخلت السجن نفس الواحد اللي يسوق سيارة ويعطيه السيارة اللي جنبه كله خايف أنه يدعم. فأنا لما دخلت السنتين وكنت أعرف نفسي يمكن أشكل بعد الإلهام لبعض الشباب، خفت إن الشباب يتوقفون. ولكن الآن وأشوفكم لازلتم صامدين وأشوف هذا الجمع الغفير أقول الله أكبر الله أكبر. أشوف النصر. نحن ما عندي شك إن إحنا سوف ننتصر، ولكن يدا بيد، يد واحدة ضد الاستبداد، ضد الظلم، ضد الطغيان، ضد سرقات الثروات هذا الشعب. يد بيد موحدين، ولا نسمح لهذا النظام بأن يفرق بيننا. لا زال هناك مجال للنضال السلمي. نعم النظام يحاول أن يدفعنا لنستخدم العنف. النظام لما دخلني أنا السجن ودخل عبد الهادي الأخواجي ودخل الزعماء السياسيين عبد الهادي من الأستاذ مشيمع والأستاذ ليش والأستاذ إبراهيم شريف، هؤلاء الناس المناضلين الذين يناضلون من أجل العمل السلمي، أدخلهم لدفع الناس لاستخدام العنف أساس يقول الغرب هذين إرهابيين. الآن لما يمنع التظاهرات في البحرين ويمنع الناس من الإنترنت ويزين الناس على نقد الملك أو نقد وزارة الداخلية أو نقد هذا،
في الوقت الذي كل السلطات تعطى إلى ملك البلاد، بعدين يقول لك الذات التي لا تمس. كيف الذات التي لا تمس؟ الذات التي لا تمس هي ذات الله. كيف الذات التي لا تمس التي تعطيها كل السلطات أن تمنع التظاهرات وتمنع وبعدين تحصنها من النقد؟ أنا أقول طريق طويل. إحنا لما طلعنا 14 فبراير ندري مو يوم يومين، الدرب طويل ومحتاج إلى تضحيات، ولا أقصد التضحيات نفس ما فسروه في المحكمة، التضحيات معناته نقدم شهداء، لا. أنا أقول لكم أنا أريدكم أنتون شباب أطباء ومهندسين ومتعلمين، هذا النظام يحاربكم في تعليمكم اليوم، يحاربكم في كل في كل في كل اتجاه، ليجعل منكم شعبا فقير، شعبا غير متعلم، نضال على جميع المستويات. يا شباب احنا بقدر ما انا اطالبكم ان نواصل النضال، انا ما اريدكم تعرضون نفسكم للخطر، انا اريدكم وياي اليوم بعد سنتين بعد 10 سنوات اريدكم وبصحه جيده وغير متعورين. يلا لا بسرعه شباب، الكلام باليومين 3 أيام القادم هناك الكثير، أنا تعبان صراحة، واسمحوا لي يعني إذا اليوم ما أقدر أسلم عليكم كلكم لأن شوي متغير علي الجو، ولكن إن شاء الله إن شاء الله بمن يعني الأيام الجاية وإن شاء الله نخلص من هذه الأزمة من خلال طبعا حوار مع النظام، ولكن لحد الآن كل المؤشرات تبين إن ما في حوار، مش بس ما في حوار، إن النظام يضلل العالم لما نتكلم على يتكلم عن حوار، يحاول أن يغش العالم عندما يتحدث عن حوار. لا حوار هناك معتقلين سياسيين في السجن، لا حوار رموز المعارضة داخل السجن، الحوار الذي يتقدمه جميع رموز المعارضة بما فيهم اللي في الداخل، بعدين نتحدث عن حوار. ضرب وتحويط القرى وضرب الناس وضرب أماكن عبادتها ومساجدها والهجوم على البيوت وتعذيب الناس وقتل الناس، عديد أنواعها تضليل للعالم. أنا أريدكم شباب، النظام يحاول أن يبين للعالم أنه هو الأمور باتت على خير وكل شيء، أنتون عليكم فضحهم، أنتون عليكم تبينون للعالم أن هذا النظام كاذب، الأمور ليست على ما يرام، هناك ظلم ضد هذا الشعب، هناك خطاب للكراهية عند هذا النظام، هناك سياسة عدوانية تجاه أبناء الطائفة الشيعية على جميع المستويات، ولكن بقدر ما أمد إيدي للنظام أن احنا على استعداد، والجمعيات كلها والمؤسسات بما فيهم اللي في الداخل على استعداد الى التحاور معك، لكن احنا ما بنجرأ. تتحدث معنا وراسنا شامخين، المطالب واضحة، النظام غير واضح. لو كان النظام جاد كان على الاقل نشر شو التصور ماله الى الحل السياسي. الان الجمعيات السياسية والمؤسسات السياسية بما فيهم اخواتنا اللي داخل السجن واضح انهم شنو يريدون، ولكن النظام يقول حوار حوار، لكن شنو تريد؟ شنو التصور مالك؟ لانه غير جاد. بما فيهم اللي يقولون انها مبادره ولي العهد ايام الازمه، هذه كلها قاعده حيل لضرب التحرك، ما في اي شيء اسمه حوار عند النظام. الان هم ما يريد ان انتم الشباب الرهان الوحيد، كل الزعماء الان في السجون، وخلنا اقول لكم كل ما يسمعون عن وقفتكم الشباب داخل السجن ترتفع معنوياتهم، وكل ما ثبتتم انتم رفعتوا معنويات الجميع. انا صراحه كنت حقيقه كنت بعيد عن العالم، ولكن كل ما اسمع صمودكم ووقفتكم معنوياتي ترتفع، ولذلك انا واصل والايام جايه ان شاء الله وراح ننزل وياكم وراح نناضل حتى تحقيق مطالبنا. لا تراجع لا تراجع، وثورة ثورة حتى الناس، ثورة ثورة حتى الناس، ثورة.